السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طلبة وطالبات الصف الخامس، أهلا بيكم في درس جديد من دروسنا. النهاردة إن شاء الله هناخد درس الدولة التورونية والدولة الإرشيدية. يعني إيه الموضوع ده اللي إحنا هنتكلم فيه؟ إحنا اتكلمنا قبل كده عن سيرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم، واتكلمنا عن الخلفاء الراشدين وإزاي تم فتح مصر في عهد الخليفة عمر بن الخطاب. خلص الخلفاء الراشدين الأربعة وبدأت يبقى في حاجة اسمها الخلافة الإسلامية. عدت على الدول الإسلامية خلافات كتيرة، وأثناء خلافة في العالم الإسلامي اسمها الدولة العباسية كانوا بيبعتوا ناس يحكموا مصر، كانوا كولاة أو حكام لمصر تابعين للخلافة. فالناس دي كانت بتحب إن هي تستقل عن الخلافة وتعمل دولة لنفسها، دولة باسمها في مصر، وده اللي احنا هنتعرف عليه مع بعض في درسنا. أول دولة معايا اسمها الدولة الطولونية. بنقول والله في واحد اسمه أحمد بن طولون. أحمد بن طولون ده هو أصلا تركي، وكان نشأته في بغداد وقت الخلافة زي ما قلنا كده، اتعلم فيها واتنقل لمصر. اتنقل لمصر ليه؟ علشان يحكمها. كان في والي اسمه بيك باك كان موجود في مصر وحصل له مرض في وقت من الأوقات، فالخليفة أرسل أحمد بن طولون نائب عنه. طبيعي بعد وفاة الحاكم هيجي أحمد بن طولون اللي هو النائب وهيمسك مصر كوالي للدولة. فأحمد بن طولون حب أنه يستقل عن الخلافة ويعمل دولة ليه في مصر، وفعلا بعد ما أصبح واليا على مصر أسس دولته الخاصة به، الدولة الطولونية في مصر. طيب أما أحمد بن طولون عمل الدولة بتاعته المستقلة، كان طبيعي أن هيكون ليه بعض الأعمال في مصر، زي إيه أهمها؟ الجيش القوي المدرب اللي هيحمي دولته. تاني حاجة مدينة جديدة، عاصمة جديدة عملها اسمها القطائع، مدينة القطائع في مصر، وبنى مسجد مشهور جدا فيها اسمه مسجد أحمد بن طولون، وزي ما انتم شايفين في الصورة موجود بنفس الشكل وهيئته حتى الآن. أحمد بن طولون لما أنشأ دولته في مصر كان مهتم بنشر العدل ومساعدة الفقراء بالأموال والصدقات. طيب نيجي بقى نشوف عمل ايه تاني بالنسبة للمشروعات. عمل للزراعة، عمل بعض الجسور اللي بتوصل المية للأراضي الزراعية، حفر الترع والقنوات اللي برضو بتساعد في عمليات الري في الزراعة. كمان اهتم بالصحة فشيد البيمارستان. ايه كلمة البيمارستان؟ بيمارستان يعني مستشفى، وقتها باللغة وقتها لغتهم كانت كده، فبيمارستان كان معناها المستشفى. ومش بس هي مستشفى كانوا بيتعالجوا فيها مجانا، كانت بتعلم وتدرس الطب كمان في العهد القديم. زي ما قلنا هي بيمارستان هي دار للعلاج وتدريس الطب في العهد الإسلامي وقت الدولة الطولونية. طيب الدولة الطولونية هي ما يعني مش خد مصر بس واكتفى بيها، حاول ان هو يتوسع ويعمل دولة اكبر شوية. زي ما انتم شايفين كده على الخريطة، امتدت الدولة الطولونية من بلاد الحجاز شرقا، بلاد الحجاز اللي هي في السعودية عند مكة والمدينة، الى اقليم برقة غربا يعني يوصل لغاية تونس، وبعد كده شمالا على البحر المتوسط لغاية لما وصل لبلاد النوبة جنوبا. دي كانت الدولة الطولونية اللي توسعت في عهده. نيجي بقى رقم 2، الدولة الإخشيدية. عهد الدولة الطولونية ينسب لأحمد ابن طولون، أما عهد الدولة الإخشيدية هينسب لشخصية جديدة هو محمد ابن طغج الإخشيد. هو اللي أسس الدولة اللي على اسمه في مصر اللي اسمها الدولة الإخشيدية. كمان هو أصله تركي، وكمان أرسله الخليفة كوالي على مصر، لكنه استقل بالحكم وأنشأ دولته الخاصة. طيب أحمد محمد بن طغج الإخشيد، كلمة إخشيد ده لقب مش اسمه، لقب معناه الملك العظيم أو ملك الملوك. بمعنى إيه؟ إن هو كان شجاع جدا، والخليفة العباسي كان بيواجه وقتها خطر من دولة جديدة أو خلافة جديدة اسمها الفاطمية، الدولة الفاطمية. فلما شاف شجاعة محمد بن طغج في صد هجمات الدولة الفاطمية كافئه ولاه ولاية مصر ومنحه لقب الإخشيد، لقب معناه الملك. طيب عمل ايه؟ لا طبعا لما الدولة بقت بتاعته بقت باسمه في مصر هنقول اعماله. اول حاجة اعاد الامن والنظام للبلاد، فيما معناه ان كان في فترة عدم استقرار في البلاد، هو اعاد الامن والنظام مرة اخرى. قدر ان هو يقوي مركزه، يقوي مركزه فين؟ في مصر بس، لا توسع هو كمان برضو خارج مصر في بلاد الشام، بلاد الحجاز. ليه بلاد الحجاز برضو نفس الكلام زي قبل كده؟ عشان بلاد الحجاز هي اللي فيها الحرمين الشريفين، الحرمين الشريفين اللي هو المسجد الحرام الكعبة والمسجد النبوي اللي في المدينة. فكان كل ما يكون الملك بيشرف على المناطق دي بيكون مركزه أقوى، وهو حارس على كده. قدر
ان هو يحمي بلاده من الاخطار الخارجيه اللي كانت بتواجه البلاد في الوقت ده وكانت بتهددها ونجح في ده. اخر حاجه معانا النهارده انه كان حريص على الاحتفال بالاعياد الاسلاميه والمسيحيه لان كان عايش في مصر متعايش فيها المسلمين والمسيحيين جنبا الى جنب مع بعض، وكان هو حريص بالاحتفال باعياد الدوله الاسلاميه والاعياد المسيحيه كعيد الغطاس. وبكده يكون خلص درسنا النهارده، اشوفكم في درس جديد ان شاء الله.